رقم 12 كلنا فاهمين ان هو 12 يعني 12 صح؟ عارف البي ال سي فهمه ازاي؟ فهمه كده. قال لك الباينري كود ديسيمال كانها بالظبط باينري كود ديسيمال يعني بيكتبه بدي بال 7 سيجمنت ديسبلاي. يعني لا يمكن يكتب 12 على عين واحده، لازم يكتب الواحد لوحديه والاثنين لوحده صح؟ فيروح يقعد ايه صفر عامل كده. يقول لك الاثنين عباره عن 0 1 0 0 والواحد عباره عن 1 0 0 0. الرقم ده لو قريته لا يمكن يطلع 12. تعال يا راجل شوف يطلع كام. الاولاني في 2 اس 0 2 اس 1 16 و2 كام؟ 18. يبقى انت مفكر نفسك بتقول 12 قلت لك قلت له في 2018 شغال. تاني المشكله هو البلوك شغال للبي سي دي. احنا لما جينا استخدمنا الكومبير بان هي صافيه كتبنا بالديسمال اللي هي 12 يعني 12. اتريه هو خد 12 وما فهمهاش انها 12، فهمها بطريقته اللي هو خد كل رقم لوحده. الباينري كود ديسمال يعني ياخد كل رقم لوحده. الشاشه اللي بيكتبها الحكم ويكتب ان اللعيب رقم 12 يخرج بره، هو في الحقيقه مش كاتبها 12. يعني انت شايفها 12 بس هو لما جه كتبها بالنسبه له كتبها 18 جوه عنده هو بالباينري كود ديسمال. لا 12 دي ده ليك انت عشان تشوفها صح، بس ما يعادلها بالديسمال 18 مش 12. تاني ازاي؟ خد الاثنين لوحديها اللي هي 0 1 0 0. حد مش عارف جت ازاي؟ والواحد عباره عن 1 0 0 0. هو لما جه يقرا قراها كلها حته واحده. قال لك لا، قال لك اما تحب تقول لي 2012 ما تكتبهاليش كده، ما تكتبهاش 12. ليها طريقه ثانيه. امتى نكتب له 12؟ لو احنا عايزين نشغل البرنامج في 2018 نكتبها له 12. تمام؟ طب حلو. انا مش بصراحه انا ما عنديش يعني خلق ان انا وانا ببرمج اقعد كل شويه اشوف السنه اللي انا عايزها كام واكتبها له بأي طريقه عشان يفهمها ولا ما يفهمش غلط. في كونفرجن في البي ال سي شغلانته ان هو يترجم من اي فورمات لاي فورمات. عشان كده في حاجه هنتكلم عليها اسمها كونفرجن. هشرحهم لك على السبوره وبعد كده نعملهم مع بعض هنا. الكونفرجن اللي احنا عايزينه ياخد القيمة من الساعة، الساعة شغالة بي سي دي صح؟ ياخد القيمة من الساعة اللي هي بي سي دي ويروح محولها للانتجر. ما هو الانتجر اللي هي لغتنا احنا اللي هي العادية. فساعتها أقول له 12 هي 12. يفهمها بقى زي ما عايز يفهمها، المهم إن 12 خلاص احنا فهمنا بعض كده. تاني هو شغال بي سي دي وأنا شغال انتجر. خلاص أوريدي في بلوك في البي ال سي بياخد البي سي دي يخرجه انتجر. أوكي؟ تمام. ده الشكل بتاع البلوك. الان والاوت، ولنفترض ان هو هيبقى شغال 24 ساعه عشان طول ما الساعه بتتغير هو بيغير على طول معايا. الان بتاع البي سي دي للاسف لازم ان يكون سايز بتاع وورد، وبيخرج دايما وورد. بس الساعة دايما شغالة ايه؟ في بايت 0 في بايت 1. انا شغالة على سايز ايه؟ يبقى الأول آخد البايت أخليه وورد وبعد كده أعمل فيه ايه؟ أحوله. هاخد البايت أخليه وورد وبعد كده أعمل فيه ايه؟ أحوله. تاني. للأسف الأمر دوت هو اللي هيحل المشكلة. هياخد البي سي دي يقلبه انتجر. أنا أشتغل بطريقة اللي هي انتجر، هو يفهم بطريقته اللي هي بي سي دي، وفي الآخر خلاص احنا اتنين يعني محدش فينا زعلان. بس البلوك بتاع البي سي دي انتجر اجباري لو وقفت عليه دوست اف واحد على الهلم. بص هيقول لك ايه؟ كل الانبوت بتاعه دبليو 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 والاوتبوت بتاعه دبليو دبليو، يعني كله بياخد وورد وبيخرج ايه؟ وورد. بس للاسف الساعه عندي في البي ال سي لو بصينا عليها الساعه اللي موجوده في البي ال سي شغاله كلها على ايه؟ على بايت. فمحتاج الاول اخد البايت اكبره زي ما هو، هسيبه زي ما هو غلط بطريقته. اكبره وبعد كده اروح عامل فيه ايه؟ ادخله على البلوك دوت احوله. موضوع للاسف انا مضطر اعمل كده، يعني حاجه انا مضطر اعملها على الفاضي، هضطر اكبره عشان اعرف احوله. اوكي. لو انت عندك مثلا ولنفترض ان انا هنا شغال على الفي وورد مثلا 100 ولما حولته رميته على الفي وورد 200، يبقى يوم ما احب اقول له في 2012 شغل هقول له الفي وورد 200 بيساوي كام؟ 12 بقى اللي هي الطبيعي بتاعتنا. اوكي؟ مثلا النهارده 5 في الشهر هقول له في وورد كذا بيساوي 5. طيب الاول عايز اخد الفي بايت 0
بتاع السنة هكتبها جنبيها كده سنة اهو، وارميها على الفي وورد 100. ينفع انقل من بايت لورد؟ كنا اتكلمنا قلنا ايه ما ينفعش، بس انا ممكن اضحك عليه لو انا عملت كده. ثواني اكبر لوك عشان تشوفه كويس. اه بس مش عايزينه يعني. موجودة اه. ثواني بس اشرح الفكرة وبعد كده اتناقش فكرة حضرتك. مثلا 100 متكون من الفي بايت 100 والفي بايت 101. لما بنرمي القيمة على ال 101 كأننا رميناها على الأوردر، لأن هو هيقراها من اليمين للشمال، صح؟ فأنا ضحكت عليه، خدت الفي بايت 0 رميته في جوه الفي بايت 101، صح؟ لما رمينا الفي بايت 0 جوه البايت 101 اوريدي الفي وورد 100 هو جواه الحاجه اللي هي جوه اللي جوه 101 اللي هي السنه. لغايه دلوقتي المشكله برده رقم بايظ، بس من اول دلوقتي اقدر اعمل فيه ايه بقى؟ اقدر احول. هنعمل الحركه دي مع السنه والشهر واليوم والساعه والدقيقه والثانيه والملي سكند واليوم، يوم ايه في الاسبوع؟ كده خلص البرنامج. ولما اجي اقارن في الاخر في البرنامج هقول له ايه؟ هقول له لو الفي وورد 200 اللي هي السنه 12 اعمل كذا. لو الفي وورد مثلا 202 اللي هي الشهر 9 اعمل كذا. الفكره في دي، هو ده البرنامج. هعدي تاني. السنه بتخرج بالبي سي دي. عايز احولها لانتجر، الموضوع سهل جدا، اوريدي عندك بلوك ما بيعملش حاجه غير ان هو ياخد البي سي دي يخرجه انتجر. بس المشكله في البلوك دوت ان هو شغال دايما مع سايز وورد، ما بيتعاملش مع سايز بايت. وللاسف الكلوك كلها شغاله بايت. فناخد من بايت نرمي البايت. بس هنرمي على البايت اللي موجود على يمين الورد. وعشان البلوك ده ما يزعلش هنقول له سيبك من البايت وخليك شغال دايما مع مين؟ مع الورد. هو كده كده سنة الورد جواه الحاجه اللي كانت فين؟ في البايت. من اول دلوقتي اقدر احوله عادي خالص. اكيد طبعا. وده اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. انت مش بتقدر تدخله قيمه. انت قلت له يقراها صح؟ هو لما قراها قرا مع دماغه كده بي سي دي وترجمه. اللي في الكمبيوتر ايه؟ اللي في الكمبيوتر ديسيمال انتجر ماشي. حلو. هو شغلته بي سي دي، هو خلاص حول مع نفسه، المره دي بقى هو اللي بيقول لك الساعه كام، مش انت اللي بتقول له. الاول انت قلت له دلوقتي الساعه كام؟ بعد اسبوع، بعد سنه، بعد قرن، انت بتساله الساعه كام دلوقتي؟ فهو بيقولها لك، وهو بيقول لك الساعه بيقولها لك بالبي سي دي. بالظبط انتجر عشان تعمل الحركه دي. انا بقول انتجر هو دلوقتي ده انت بتساله على دي سؤال دلوقتي، هو بيقول لك الساعه صح؟ فمش انت بتدخله، انت بتساله. يعني في البرنامج هنا في الكومبير انت كل اللي قلت له، عملت له قلت له لما يبقى الساعه 12 او لما يبقى في سنه 2012 او لما يبقى شهر 9 اعمل كذا. يعني دلوقتي مش انت بتقول له، ده انت بتساله. مش تدي له القيمه، انت بتساله عليها. يعني البرنامج هيبقى بالمنظر ده كده. نعمله الاول بس لو فهمتوا دي اعملوا لكم على الكمبيوتر مع بعض كله. في الفي بايت 0 1 2 3 لغايه 7. هيبقى كده. هيبقى كده. ياخد السنه يسيبها زي ما هي بس في بايت على بايت موجود على يمين اي وورد، بعد كده كل تعاملاتها تبقى مع اخر واحد دوت اللي هو بعد ما تحول خلاص بقى اتظبط وبقى بالانتجر اللي هو يبقى وورد. بقى شو هتسميه كام زي ما انت عايز بقى، الاسم مش هيفرق. انا سميته وورد 200 هنا مثلا. مش هتفرق انا سميته اي اسم، فانا مش هينفع اسميه وورد واحد لان اوريدي الفي بايت زيرو جزء من الوورد واحد. صح؟ تاني ايه؟ ما هو اصل الحل 80 ده مثال اوريدي لوحده. فندم دايركت، طول ما الساعه شغاله الموف شغال والكونفرتر شغال. من ريد كلوك على طول. ها نعمله مع بعض على الكمبيوتر؟ ماشي. ها ده في بايت 0 اللي هو السنه. انت حاولت على طول في بايت 101. بالظبط.